أريد تخصيصات أكتب، أريد أن أمين أكتب، أريد إداريات أكتب. أنا هسه سميت نفسي عرض حاكي، بس الأعلى من عندي سمى غير تسمية. ويفترض في القانون هو رئيس وزراء بمحافظته. رئيس وزراء بدون صلاحية ديوانية، ما قبل 2003 مظلومة وما بعد 2003 مظلومة. وشلون نرفع هاي المظلومة يا عمي؟ المناصب اللي بالديوانية ما بيها فلوس، فما تفرض عليك ما بيها ذاك الوارد حتى نقول لك اياه. انا موازنتي بال21 40 مليار، محافظات قسم عندهم 600 300 تريليون. بأن المستثمرين لا يأتون إلى محافظة الديوانية بسبب الكوميشنات.